ضيفنا الكريم في نيامي. يا دكتور، يلفت انتباهنا بشدة أنه الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الهائلة للنيجر لم تتبدى سواء لنا وفيما يبدو للعالم بأسره إلا بعد تحرك الجيش الأخير. أين كانت مختبئة هذه النيجر التي يتهافت عليها العالم بأسره الآن يا دكتور؟ شكرا. فعلا النيجر من الدول التي لم يكتب لها شهرة، وأنا أحكي لك شيء، كنا طلاب في الدول العربية لما أقول لواحد أنا من نيجر يقول لي نيجيريا، أقول له لا أنا من نيجر. هذه قضية أخرى على كل حال. بالنسبة للنيجر، فرنسا كانت هي الرابدة ومسيطرة عليها، لا تتنفس وليس لها أي علاقة خارجية جيدة مع أي دولة إلا مع فرنسا، لأن هي التي تشتري الإيرانيون الموجودة في النيجر. وبالمناسبة إذا هي الدولة فيها الذهب بشكل رهيب جدا، وفرنسا هي المسيطرة على هذه الأشياء. والحكام السابقين وفروا لفرنسا كل الشروط المطلوبة لتفعل ما تريد في هذه البلاد بالإيرانيين. مقابل ماذا يا دكتور؟ هل مقابل حماية أم يعني تقاسم للثروة، وانت عارف أنا قصدي إيه، ولا مقابل إيه يعني؟ صراحة فرنسا بعد استقلال النيجر ذهبت بأساكرها ولم ترجع إلى النيجر إلا في عام 2014 أو 2013 مع الرئيس السابق، بعدما دخل الإرهابيون في شرق النيجر وفي غرب النيجر. وإلا فرنسا عندها قاعدة عسكرية صغيرة في معادن الإيرانيون في أكثر شمال البلاد في أغادس، ليس أغادير، أغادير هذا في المغرب، هو أغادس بالسين. أغادس أغادس، أشكرك على هذا التصحيح. أغادس ظهرت هذه الجماعة، استعانت الحكومة النيجيرية بفرنسا، وكذلك أمريكان دخلوا وإيطاليا وغيرها من الدول. ولماذا لها هذه الأهمية؟ نيجر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا لها حدود مع 7 دول، فيها منها دول تطل على بحر الأبيض المتوسط مثل ليبيا والجزائر، ومنها دول تطل على محيط الأطلسي مثل نيجيريا وبنين، ومنها دول لها حدود مع موريتانيا والسنغال مثل مالي، ودول لها حدود مع ساحل آسيا التي لها أهمية لفرنسا وهي بوركينا فاسو. وكذلك الدولة الساسية فيها صحراء بشكل كبير جدا، فهذه الحدود وهذه الصحراء وكونها دولة متوسطة بين هذه الدول أعطاها أهمية كبيرة للدول الغربية، لأنها من خلالها ممكن يشرفون على بعض الإرهابيين كما يقولون، داعش والقائدة ونشرة الإسلام وغير ذلك. فلذلك لها أهمية كبيرة، ولكن هذه الأهمية لم تظهر إلا بعدما صار الانقلاب وطلب فرنسا أن تخرج من البلاد. وإلا كثير لا يعرفون أن للأمريكان 1100 جندي، صحيح، وإيطاليا موجود، صحيح، وكذلك ألمانيا عندهم، خليك أن فرنسا اللي عندهم 1500 عسكري وثلاث قواعد كبيرة في النيجر.